السادة الحضور السادة الحضور برجاء الالتزام بالمقاعد ستبدأ الجلسة الختامية بعد 5 دقائق. Ladies and gentlemen, please remain seated. The closing session will begin in 5 minutes. الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل الحب يكون هو لغتها والناس السادة الحضور برجاء التوجه إلى القاعة ستبدأ الجلسة الختامية الآن. Ladies and gentlemen, please remain seated. The closing session will begin now. مش هتشوف غير جدعان مصريين لف وروح مهما تروح مصر دي هتخليك ليها تروح Oh my oh my it's time to say goodbye Oh my oh my goodbye السادة الحضور برجاء الالتزام بالمقاعد ستبدأ الجلسة الختامية الآن. شكراً. Ladies and gentlemen, please remain seated. The closing session will begin now. Thank you. السادة الحضور برجاء الالتزام بالمقاعد ستبدأ الجلسة الختامية الآن. شكراً. Ladies and gentlemen, please remain seated. The closing session will begin now. Thank you. السادة الحضور برجاء الالتزام بالمقاعد ستبدأ الجلسة الختامية الآن. شكراً. Ladies and gentlemen, please remain seated. The closing session will begin now. Thank you. السادة بيحبوك وينسوك جاي منين أرضك دي أهلك دول لو حسيت بالأمان جنبي قول Oh my oh my it's time to say goodbye السادة الحضور برجاء الالتزام بالمقاعد ستبدأ الجلسة الختامية الآن. شكراً. Ladies and gentlemen, please remain seated. The closing session will begin now. Thank you. السادة الحضور برجاء الالتزام بالمقاعد ستبدأ الجلسة الختامية الآن. شكراً. Ladies and gentlemen, please remain seated. The closing session will begin now. Thank you. Thank you.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والسيدة حرمه. His Excellency President عبد الفتاح السيسي, the President of the Arab Republic of Egypt and the First Lady. Civilizations meet under the auspices of His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, President of Egypt. مساء الخير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي, السيدات والحضور, شباب العالم. برحب بكم في ختام منتدى شباب العالم لعام 2019. في البداية اسمحوا لي أعرفكم عن نفسي. أنا اسمي ناردين فرج وهقدم النهاردة جلسة التوصيات في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم لعام 2019. أهلاً ومرحباً بكم في سيناء, أرض السلام التي باركتها السماء. هنا حيث بدأ الحلم, الحلم الذي لم يسقط بالتقادم, حلم اجتماع شباب من مختلف الحضارات في نقطة التقائها. هنا حيث جاء شباب أحسنوا الظن بأحلامهم فصنعوا السعادة في قلوب شباب العالم وعبروا الجسور من ضفاف اليأس نحو آفاق الأمل. شباب أدركوا أن الأحلام لا تنال إلا بالمثابرة واقتحام التحديات والصبر على تحقيقها دون التفريط فيها أو الإفراط عليها. شباب أمنوا أن الله لا يضيع أجر من أخلص للحلم وعمل له مجتهداً. حلم شاب مصري في إحدى المؤتمرات الوطنية للشباب بإقامة قناة تواصل لشباب العالم لتبادل الأفكار والخبرات, وبالفعل وتأكيداً على دعمه المستمر للشباب استجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحلم لتبدأ الرحلة في عام 2017 بإقامة منتدى شباب العالم في نسخته الأولى, والذي انتهى بالتوصية بتحويل المنتدى إلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي والدولي بين شباب العالم. ثم يستمر النجاح بإقامة المنتدى في نسخته الثانية في عام 2018 ليؤكد نجاحه بإطلاق مجموعة من التوصيات الهامة في مختلف المجالات. واليوم نشهد النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم لعام 2019, حيث شهدت الأيام الماضية حالة زخم من الحوار وتبادل الرؤى ومحاولات جادة للبحث عن مساحات مشتركة نتج عنها توصيات ومبادرات. والآن نرصد أبرز ما تم تحقيقه في أيام المنتدى من خلال هذا العرض الذي يقدمه الشباب الذين كانوا مشاركين في المنتدى, وهم شريا نياك من كندا, لاتجي ماغوا سيدوان فيليكس من الكاميرون.
أرجو أن تحدثوا بعض ضوضاء لكي نشعر بهذا الوقت الرائع في هذا البلد الرائع. أعتقد أننا نستطيع أن نصرخ بصوت أعلى. Now that's more like it. Good evening, World Youth Forum. مساء الخير في منتدى شباب العالم. اسمي شرانا نايك. أنا رائدة أعمال من تورونتو من كندا، وأتشرف وأفتخر أنني أخذت هذه المسافة كلها في هذا الشتاء الرائع لأمضي هذا الوقت الرائع هنا في شمس شرم الشيخ. أما أنا فمن الكاميرون. أنا خريج للنسخة الأولى لبرنامج الرياضة أو القيادة الرئاسية للشباب الأفريقي. نتشرف بالحديث أمام هذا الجمع الرائع من المؤثرين في كافة أرجاء العالم، صانعي التغيير، رواد الشباب. ولكن قبل أن نبدأ، دعونا جميعا نضم أيدينا سويا وأن نشكر سويا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا سيدي الرئيس، شكرا لإتاحة هذه المنصة العالمية الرائعة للتغيير، كونك منارة للتغيير ولتشجيع وتحفيز الأجيال الشابة. لا نقابل قائدا مثلك كل يوم يؤمن بالتغيير وبقوة الشباب. منتدى شباب العالم هو شهادة حية على المستقبل الرائع المزهر لمصر، أرض الحضارة والإبداع والتنمية. هذه هي النسخة من منتدى شباب العالم والتي اكتذبت أكثر من 300,000 طلب للحضور. لدينا هنا 7,000 رائد وشاب من كافة أرجاء العالم، أكثر من 164 جنسية موجودة هنا في هذا المنتدى من كافة أرجاء العالم. تنوع للخبرات وللرؤى وللأفكار ممثلة من قبل أكثر من 150 متحدث. شهدنا الكثير على مدار الأيام الماضية من خلال 20 جلسة رائعة تغطي العديد من الجلسات، مثل الأمن والسلم الدوليين، الهجرة والتحول الرقمي والهوية والثقافة. كان لدينا أيضا 12 جلسة عمل أو ورشة عمل خاصة بالأمن والسلم الدوليين والثورة الصناعية ورواد الشباب ورواد الأعمال الذين سيقودون وسينفذون أهداف التنمية المستدامة، وطاولات مستديرة تناقش التعاون السياسي والاقتصادي على مستوى العالم، وأيضا الحديث عن موضوعات مثل الأمن الغذائي والطاقة وحقوق الإنسان والديمقراطية. وأيضا 17 جلسة عامة بشأن التعاون الدولي وبشأن التنمية القائمة على أساس الإنسان، وأيضا عدد من الإبداعات والفعاليات التي قام بها الشباب في مختبرات الشباب وفي فريدوم، ألهمتنا جميعا للعمل سويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كل التفاعلات في الجلسات ساعدتنا على أن نغوص في الأمور الملحة التي تدور من حولنا مثل الأمن والسلم، وهي أمور ليست رفاهية ولكنها حق أصيل من حقوق الإنسان. تحدثنا سويا عن تعزيز التعاون وذلك من خلال بناء القدرات وتمكين الشباب. وفي جلسات التحول الرقمي علمنا أن الإبداع سيأتي من أشخاص مثلكم ومثلي. الآن بنقرة زر نستطيع أن نتواصل وأن نتشارك الأفكار على مستوى العالم من خلال تصميم ما صنعه الإنسان وروبوتات والتي تساعدنا على تحقيق إنجازات. وأيضا بالحديث عن بلوك تشين نتحدث عن تحسين حياة أكثر من 2 مليار شخص في كافة أرجاء العالم. تحدثنا أيضا عن أهمية حماية البيئة في الجلسات المعنية بالتغير المناخي، حيث ناقشنا آثاره وتداعياته على مجتمعاتنا وعلى الطبيعة، كما حاولنا أن نستكشف آثار التغير المناخي بشكل يساعدنا على معالجته من خلال مشاركة المعرفة والتكنولوجيا. عملنا سويا أيضا من خلال نظم محاكاة لتعزيز التعاون في على مستوى المتوسط، وتناقشنا في التقاعد
التقاطعات بين الحضارات القديمة والتاريخ الحديث. وسويا تعلمنا أن أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك التنمية الإنسانية وتحسين النظم التعليمية وتمكين النساء ليس فقط الرؤى الملهمة، ولكن أيضا ساهمنا بأفكار جديدة من خلال ورش العمل. الثورة الصناعية الرابعة والتي تأتي بفوائد جمة للأشخاص وللشعوب وتأتينا أيضا بتحديات كبرى. الإنسان والروبوت ليس متنافسين بل مكملين لبعضهما البعض. التحديات التي تساعد على تعزيز تساعد على الانتقاص من دور المرأة كلها تمت مناقشتها. كي نتقدم سويا كمجتمعات يجب علينا أن نتحقق من تمكين المرأة والفتاة من أجل أن نحصل على مستقبل أفضل سويا. والآن في عصر العصر الرقمي فإن الفنون والسينما تمثل منصة رائعة للتعبير الإنساني والتبادل الثقافي، وتستطيع أن تحدث حوارا يساعدنا على تحسين الحوار في كافة أرجاء العالم. في المختبرات تحدثنا عن الإبداع والذهنية المحتضنة للإبداع وكيف لذلك أن يؤثر على كافة أرجاء العالم من خلال 36 شركة ناشئة في كافة أرجاء العالم. أيضا تحدثنا عن الفرص في أفريقيا والمساواة في الغذاء وهو أمر في غاية الأهمية للعالم. فريدوم كانت فعالية استثنائية حيث استكشفنا عدد من الأنشطة واستمتعنا بالتعلم عما تجلبه لنا التكنولوجيا. فيليكس، هل ذهبت إلى مسرح به 132 فنان من مختلف البلدان يؤدون سويا؟ أجل، هنا في منتدى الشباب العالم كان لدينا محادثات سرية وجلسات موسيقية من كافة أرجاء العالم. نريدك أن تعرف، نريدكم أن تعرفوا أننا هنا جميعا نحن نصنع التغيير، نحن رواد العالم، سنصنع فارقا، وهو أمر ليس سهلا ولكنه يتطلب عمل وإصرار ومثابرة وشغف كي نحققه. انظروا إلى هذه الليلة، آلاف الوجوه الشابة تظهر لنا أننا لسنا وحدنا. سويا سنحقق أي من آمالنا. الآن لدينا الفرص لهزيمة التحديات وأن نجعل العالم عالم أفضل. فلنضع أيدينا في أيدي بعضنا كي نحقق هذا الأمل وكي نأتي بالأثر وبالمصلحة للأجيال المستقبلية. حان الوقت الآن، وهذا دورنا نحن الشباب من أجل الإنسانية، سويا من أجل التغيير، سويا من أجل مشاركة الآمال والأفكار والطموحات والأحلام هنا في مصر حيث تلتقي الحضارات لبناء غد أفضل. شكرا جزيلا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضيوف الكرام، إننا جميعا نتقدم بالامتنان والتقدير للجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم التي استطاعت أن تخطط وتنفذ المنتدى باحترافية شديدة مع دقة التنظيم وتنوع في المحتوى وثراء في موضوعات المناقشة. والآن مع كلمة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الرحمة والإنسانية والحب، بسم السلام من أرض السلام، السلام عليكم ولكم وبكم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الحضور الكريم، شباب مصر والعالم،
أرحب بكم على أرض سيناء الحبيبة في ختام منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، وأستدعي بكل فخر مجهودات آلاف من الشباب الذين عملوا ليل نهار لإنجاح هذا الحدث وإخراجه بهذه الصورة المشرفة. الحضور الكريم، إن التجارب المضيئة التي قدمها المشاركون في المنتدى هذا العام إنما تضيف لشعاره إلى جانب السلام والإبداع والتنمية معنى جديدا وحقيقيا، وهو الإنسانية. الإنسانية قلب البشرية النابض بالمحبة الذي يحركه عزم الشباب الواعد، مفتاح الحياة وكلمة السر لتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمعات في كل ربوع الأرض. هنا بدأ الحلم منذ عامين وتجلت الفكرة. هنا قالت أرضنا الفتية أستطيع أن أحقق المستحيل بسواعد الشباب، فهم الرقم الصحيح في معادلة الإرادة والتجرد والتفاني في حب الوطن. ومنذ نسخته الأولى أثبت منتدى شباب العالم أن حواجز اختلاف الأعراق والإثنيات والألوان والأديان وحدود الخرائط تتهاوى أمام كلمة كلنا إنسان، وأن الحضارات بكل تفاصيلها البديعة تستطيع أن تتحاور بلا صدام وتتحدث مع بعضها دون خوف وتتطلع للأمام. والآن وفي عامه الثالث نعلن بكل إعزاز أن منتدى شباب العالم أصبح منصة حوار دولية ومؤسسة مكتملة الأركان تضم فرق عمل متكاملة في داخل وخارج مصر ويعتز بها سفراؤها حول العالم. فهنا التقوا وعرفوا أن الأحلام لا تعرف ألا ممكن، وأن كل ما يتمناه المرء ويسعى إليه جاهداً لابد أن يدركه. الحضور الكريم، إننا إذ نؤمن بأن خير الأقوال ما يعززه العمل، نعلن على حضراتكم توصيات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة على النحو التالي: إطلاق مبادرة أفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومعمل الأمم المتحدة الإفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي. الدعوة لإطلاق مبادرة إفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية لتكون حائط صد ضد محاولات الاختراق الرقمي. إنشاء منصة إلكترونية عربية إفريقية للمرأة تتضمن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالمرأة وإبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها ودعم سبل تمويلها. الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبرالي لتعمل على دراسة مقترحات لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي. قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر بوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأورومتوسطي على القيادة. الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لخلق 1,000,000 وظيفة. إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة. إطلاق مبادرة لدعم مطوري تطبيقات بلوك تشين في المجالات المختلفة لدعم أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع منصة World Youth Forum Labs التي أطلقها منتدى شباب العالم لتشجيع ريادة الأعمال. إطلاق مبادرة عالمية بعنوان الفن من أجل الإنسانية كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب عبر إقامة معرض رسم حي يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة ببلادهم المختلفة والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئتهم. إنشاء مراكز للتبادل المعلوماتي بين الدول ودعوة المؤسسات التعليمية والمالية والاقتصادية لدعم المبتكرين حول العالم. أخيراً وليس آخراً، نرجو أن يكون منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية، وأن يكون مشاركوه دائماً سفراء حب حول العالم. وتحية من القلب لكل من تمكنوا من الحضور ولكل من حاولوا ولم تحالفهم الفرصة، متمنيين لهم التوفيق بالعام المقبل. نراكم على خير ومنتدى شباب العالم 2020، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهاية كل نسخة من المنتدى ومشاهدة النجاح والتطور الذي يشهده في كل عام، يجب أن نتذكر البدايات. فالبدايات بالرغم من مصاعبها لها مذاق خاص لا يمحى من الذاكرة مهما مضى عليه الوقت، مذاق النجاح وتحقق الأحلام. أن يلتقي الشباب من كل أنحاء العالم هنا في شرم الشيخ مجتمعين على هدف واحد، وهو الانتصار للإنسانية بكل ما يحمله ذلك من معان، من أجل عالم أفضل يعيش فيه جميع البشر، عالم تتاح فيه الفرص وتتحقق فيه الأحلام. وعلى مدار 3 سنوات أثبتت لنا عشرات الآلاف من الشباب من الذين أتوا من كل أنحاء العالم أن ذلك الحلم ليس ببعيد. كل ما نحتاجه هو إيمان صادق والعمل بإخلاص. Held as usual in Sharm el Sheikh, the international city of peace that have earned its title as the capital of the world's youth. Once again, the WYF has proven to be a great success, with more than 350,000 applicants and over 7,000 participants from more than 190 countries in this year's version. It's also evolved in terms of content and effectiveness, as it now has the tools and the know-how to actually implement its resolutions, turning them into reality, putting youth from all over the world one step closer to their dreams. This success did not come by chance. It's the result of the collective thoughts and thorough planning of Egyptian youth, who were originally working on organizing and managing the national youth conferences that have been regularly held in Egypt since 2016 up till now. These young Egyptians wanted to expand their experiences and share it with youth from around the world. And His Excellency Abd el Fattah el-Sisi endorsed the idea. Hence, the first World Youth Forum was held in Sharm el-Sheikh in November 2017. The first WYF turned out to be a great success, a world-class forum in terms of organization and magnitude, which paved the way for the organizing committee to suggest making it an annual event, the idea that was once again endorsed by the president, leading to the second WYF in 2018. That witnessed more participation, more content development, turning the WYF into an international organization that operates all year round, helping youth from Egypt and the entire globe overcome difficulties, facing their challenges, and fulfill their dreams. Once again in Sharm el-Sheikh, Sinai in Egypt, where civilization meets. Once again, we've come together to work for peace and strive for development. شرفني أن أعلن من هنا من أرض سيناء المباركة انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة. Young people are critical agents of change, driving transformation worldwide. I would say respect people's cultures because they're people and they might sound different, but they're just the same like you. برغم اختلافنا عن بعض كبشر إلا أنه ربنا حقيقي جمعنا على حاجة جوه كل واحد فينا، حاجة اسمها الإنسانية.
All of us have traveled for long distances of land and sea to bridge the distances between people and cultures. Through sessions, workshops, and free discussions. أنا بطبيعتي ميال للشباب والشابات كثيرا جدا جدا، صحيح؟ I want to send my sincere respect and love and appreciation for your support and leadership and bringing all the youth to the intersection of the world and the mother of the world. How does the government participate to success of young Egyptian entrepreneurs? اي تجربه موجوده عندنا هي متاحه للجميع، لان احنا نتمنى ان نشوف الدنيا كلها متقدمه ومتطوره، وعمر ما حد بيتقدم على حساب حد، اللي بيتقدم على حساب نفسه. Looking forward to our panel discussion today and sharing my views on the relationship between robots and humans. Would you trust humanoid robot? Would you trust it to babysit your child at that point of time? If they do get to a point where they can, you know, take care of children and people, I would trust AIs. I mean, if it does a good job at protecting them, of course. نحن سنفتتح جيل جديد من الجامعات خلال العام الدراسي القادم فيها كل العلوم التي تتحدثون عنها، كل العلوم. Bridge the distances between people and cultures through creativity in the free dome. We made new friends, shared experiences. بس وده مش كفايه، انا كمان عايز ادي فرصه لشباب وشابات ان هم يتحدثوا ونسمعهم كلنا. انا مبسوطه طبعا ان انا بشارك في الماراثون بتاع العجل، وطبعا ثقافتك انا مبسوطه جدا ان انا واقفه جنبك. انا ستي من تايوان، فشكرا على اعطائي الفرصه كي اتي الى هنا من اسيا واتعرف على الناس الجدد واتعرف على منطقه الشرق الاوسط. وهذا الادر اللي اقوله من قدامكم الوادي ان انا بحبك قوي. شكرا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المؤتمر الجميل ده، فعلا وريت العالم كله ان شرم الشيخ هي ارض السلام. الرساله اللي احنا عايزين نبعتها للعالم كله وجودنا كده مع بعض، ان العالم يسعنا كلنا، العالم او الارض اللي احنا موجودين عليها في كل حته في الدنيا تسعنا كلنا. من فضلكم عندما تعودوا بإذن الله سالمين إلى بلادكم، تكلموا مع أقاربكم، مع أصدقائكم، مع الشباب اللي في سنكم، ومع حتى الشباب والأجيال القادمة، تحدثوا معهم عن
أهمية السلام والاستقرار من أجل الإنسانية. الشباب أمل، الشباب طموح، الشباب قدرة، وكمان الشباب بيستهدف عشان يستخدم كأداة لتدمير نفسه وتدمير بلده وتدمير البلاد اللي جنب منه. أنا بقصد بده بالذات الإرهاب، الإرهاب والتطرف. ولا يمكن أبدا إجراءاتنا هتستكمل إلا بأن وعينا يزيد، وكمان مش بس إحنا وعينا يزيد، لا إحنا كمان نتكلم ونفضل نتكلم على أهمية الاعتدال والتوازن بين الناس وبعضها البعض. Definitely got inspired. Please welcome the inspiring Jessica Cox. Al-Mulhima, Jessica Cox. Your Excellency, President Abdel Fattah El-Sisi, honorary guest, ladies and gentlemen, we have all had fantasies of breaking free of our limitations. In the beginning of my journey to becoming a pilot, I found myself tackling some of the most basic challenges that most student pilots don't even think about. And as I looked down on the floor in the airplane, I caught a glimpse of my shoes. And it reminded me of the first time that I tied my shoes on my own. I'd like to leave you, who in a very few short years will be ruling the world, with a bit of advice. Do whatever you need to do to be heard. Make a difference. Leave your footprint. And most importantly, never give up hope. Don't change yourself, change the game. Please welcome fighter Zain Youssef. I'm a cancer survivor, but not once, not twice, not three times, but alhamdulillah, thank God, a four-time cancer survivor. Come to think of it now, after spending this time here in Sharm el-Sheikh, attending the World Youth Forum, we've helped, even a little, in making the world a better place. We may have not taken giant steps, the impact of our gathering may not be instant, but when we look back at where we started, we find that we have come a long way. One World Youth Forum at a time, and many more to come. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة حرم رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم. اجتمعنا هنا على مدار الأيام الماضية في رحلة جلسنا فيها جنبا إلى جنب، شبابا، قيادات، أصحاب فكر ورؤى من مختلف الجنسيات. تشاركنا جميعا قيم المحبة والسلام بحثا عن كنز إنسانيتنا. أتى هنا شباب العالم محملين بالخير والمحبة من أجل مستقبل أكثر سلاما، أكثر إبداعا، مستقبل مليء بالفرص تتحول فيه الأحلام إلى واقع ملموس. وليس هناك أفضل من منتدى شباب العالم، منصة لتتلاقى الأفكار، الآراء، وتبادل وجهات النظر والخبرات. تحاورنا وتناقشنا فاكتشفنا أن اختلافنا قوة وليس ضعفاً. وكان التحدي والإرادة عنواناً لنماذج ملهمة تعايشنا معها وتأثرنا بها. فالمجد، كل المجد لكل من يخوض غمار التحدي بإرادة لا تقهر وعزيمة لا تلين. فكان نجاحهم
تحديا للتحدي ومصدر إلهام لكل من يسعى لإثبات ذاته. اجتمعنا هنا في وقت يشهد فيه العالم الحاجة الملحة لمكتسبات هذا الجمع الذي تصدر فيه المشهد الإنساني وتوحدت الأعراق والألوان والثقافات وبرزت قيمة حضارية على الأرض المباركة، أرض سيناء الغالية، فتجلت عليها روح التعايش والتسامح والسلام بين الشعوب والمجتمعات، فذابت كل الاختلافات. كل الفخر وكل الاعتزاز لهؤلاء الشباب الذين أدركوا أن بلوغ الأحلام يتطلب تخطي الكثير من التحديات، وكان التحدي الأكبر هو الخوف من فقدان الشغف والهدف. الآن نستمع إلى بعض النماذج المضيئة لهؤلاء الشباب من مختلف دول العالم ليرووا لنا قصص نجاحهم. Your Excellency President فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضيوف الكرام وحضور المنتدى ولا سيما الشباب الكرام، اسمي كاميلا بينتو وأنا من أمريكا اللاتينية، من البرازيل، وأنا رائدة أعمال اجتماعية أعمل في مجال العشوائيات والمجتمعات منخفضة الدخل. نحن في قرن من المفارقات، إن أممنا تحب السلام ولكننا لا نزال نعاني الحروب. كلنا بشر ولكننا لا نزال نضع الحدود ونغلقها. هل الرغبة عن هي الرغبة هي التي تجلبنا إلى هنا اليوم في تخطي هذه المفارقات؟ يسعدني أن أمثل الشباب الذين حضروا هذا المنتدى خلال هذا الأسبوع الحافل. لبعضنا قطع مسافات طويلة أو ساعات طويلة للوصول إلى هنا أو أياما حتى، أما البعض فهي مسافة أقصر بكثير، ولكننا جميعا جئنا إلى هنا. جئنا نحمل توقعات وأحلام ونحمل انتصاراتنا وإخفاقاتنا، ولكننا جئنا على أي حال وقبلنا أن نأتي إلى هنا في شرم الشيخ. وعلى الرغم من أن شرم الشيخ هي مدينة خلابة، لم نأتي للاستمتاع بالمناظر الخلابة فيها فقط، بل جئنا للاتصال بكل ما هو جديد ولكي نعرف ما في شعبة الجانب الآخر من العالم. نعلم أن هناك الكثير من الشباب الملتزمين بخلق مجتمع أفضل. إن اختيار مسار التأثير الاجتماعي ليس سهلا، والعمل على مسائل مثل المساواة بين الجنسين وتغير المناخ والتعليم هو أمر صعب. نحن نريد أن نحقق التحول الذي ينتظره العالم، وليست هناك إجابات سهلة لذلك. نحن نختار أو نحن نسري في طرق متعرجة ومليئة بالصعاب. ليس من السهل التحلي بالشجاعة لخوض غمار المحيط بدون خريطة، ولكننا اللاعبون الأساسيين في هذا التحول، ونحن نحاول أن نبحث عن الأسئلة ونحاول أن نفتح المسارات بأنفسنا، وفي كل خطوة نخطوها نكتشف مسافة أطول، ولكننا نستمر في السير على كل حال. في وقت سابق قرأت اقتباسا عالق بذاكرتي، اقتبس: ستعلم أنك تقوم بأعمال ذات معنى عندما تشعر بعدم الارتياح، وعندما تشعر بالتوتر والقلق، وعندما تعمل مع أشخاص لا يشبهونك أو مروا بتجارب مختلفة تماما
عن تجاربك في هذا and العالم. لهذا علينا أن نمتن لمنصات مثل منتدى شباب العالم التي تمنحنا الفرصة للقاء بصرف النظر عن هويتنا والبلد الذي نأتي منه. هذه المساحات توفر لنا وتدعونا لإسماع أصواتنا للآخرين والتفكير خارج الصندوق، وذلك ما سمعته خلال الأسبوع الماضي عدة مرات. إن منتدى شباب العالم يمكن أن يكون قوة جبارة تؤدي إلى خلق السلم والأمن للعالم بأكمله، وعلينا أن نستفيد من هذه المساحة. ينبغي هل نستخدم هذه الجلسات ونستغلها بأفضل شيء ممكن؟ هذا ما ينبغي أن نسأله على أنفسنا. هل أبطلنا شراكات لتوسيع نطاق تأثيرنا؟ هذه الأسئلة ينبغي أن نطرحها. أحد الموضوعات التي تحدثنا عنها هذا الأسبوع هي أزمة اللاجئين العالمية. 70 مليون شخص حول العالم اضطروا للنزوح من أوطانهم بسبب الإرهاب والعنف. منهم 26 مليون أصبحوا لاجئين. قالت الكاتبة ميا كوتو أن كل شخص يمثل الإنسانية جمعاء ويمثل عرقا بأكمله. ومع ذلك ومع كل التطورات التكنولوجية التي لدينا لم نتمكن بعد من أن نحسن أوضاعنا بما يكفي كبشر. أطلب منكم أن نبدأ في عقد حوار مع حكوماتنا وذلك لإشراك اللاجئين في مجتمعاتنا. فمن الضروري أن تتضافر مجتمعاتنا وتتقبل التضامن كقيمة إيجابية، وينبغي أن ندعو لقبول الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم. نحن كصانعي تغيير وكرواد أعمال ونشطاء علينا أن نخلق الفرص لتوليد الدخل وخلق الوظائف والإدماج الاجتماعي للاجئين. How can we think about ideas that enable citizens to exercise their basic rights, هذه الأفكار التي تمكن من توفير الحقوق الأساسية مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية وحرية التنقل. ذلك من خلال إشراك القطاع الخاص. فالعديد من المؤسسات مقتنعة بالفعل بقوة التنوع والثراء الذي يمكن أن يحدثه، ولكننا علينا أن نخلق المزيد من الأفكار من أجل نضمن ليس فقط التنوع ولكن أيضا الإدماج الحقيقي. نحن الشباب علينا أن نجابه التيارات الصعبة، وكذا في هذا العالم الذي به كثير من التناقضات هناك فرص لجيلنا لإحداث تغيرات كبيرة، وإن الإسهام في بناء السلام ممكن. نحن الشباب نعلن أننا لن نتراجع، لدينا دور في المستقبل وفي إلهام القيم الإنسانية. دعونا نستجمع الشجاعة لإحداث التغييرات التي يحتاجها العالم في حياتنا. دعونا نستخدم منتدى شباب العالم في كل عام كمنصة للاتصال والعمل من أجل هذا التحول. دعونا نتولى زمام هذه المنصة الممنوحة لنا، وذلك لإحداث المزيد من التغييرات الاجتماعية. شكرا جزيلا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخواتي وأخواني الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آيات أقف أمامكم بعد عدة تحديات، بعد يأس كبير وفشل في التغيير، ولكن بدأ حلمي وكان هو المحفز لي حتى النهاية. فوالدي الذي ولد وتربى في مخيم للاجئين في الأردن لم يستطع إكمال دراساته العليا. كان ينظر إلي وكأنه يرى المستقبل من خلالي. أنا حلمه الذي تمنى تحقيقه. زرع بداخلي حب العلم والتميز لأصبح سفيرة للشباب في هيئة الأمم المتحدة، وأصنف
كواحدة من أفضل 30 شخصية نسائية مؤثرة في العلوم والهندسة من منظمات عالمية. لم يكن الطريق سهلاً، فلسنا نحتاج أي موارد لننجح. إذا كان هناك حلم يراودك، فأنت فقط من تستطيع تحقيقه. ليس هناك أحد يدعم الأحلام إلا أنت. ولكننا كشباب نريد أن يتم دعمنا، لنثبت أننا صناعا للتغيير، وعندنا قوة قادرة على حل المشكلات، مع توضيح كيف تؤدي رؤانا وابتكاراتنا على التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 عن طريق نهجنا المبتكر وحلولنا المقترحة لتحديات المنطقة الأكبر، وأولها التعليم. ذلك الملف الذي كثر الحديث فيه واختلفت الآراء حوله لم يكن اختلافهم حول أهميته، فهو أحد أهم أسباب وعوامل تطور الأمم، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة التي نمر بها الآن. لحسن حظنا الموهبة الآن هي أهم سلعة في عصرنا الحالي. البحث العلمي، المعرفة، التكنولوجيا هي مقومات نجاح أي دولة دون استثناء. كل التطور في أيدينا إذا استثمرنا اليوم في الشباب والتعليم، فلا يحول بيننا وبين المستقبل الذي نريد إلا أنفسنا. ولا بد أن نشير إلى أهمية التحول الرقمي والاتصالات خصوصاً، حيث تعزز من البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات الحكومية والخاصة. فعلينا كسر القوالب التي جعلت من تعليمنا جامداً لا حوار ولا روح فيه. تتغير الأزمنة وتكبر الطموحات وهو لا يجارينا. علينا استقطاب أفضل أساليب التعليم لتحقيق أهداف التنمية، واستقطاب العقول العربية، وأن نكون أول الداعمين لها. دعونا نتعلم ممن نجح ونستعين بالخبرات العالمية لنستطيع بناء صروح علمية قادرة على تنشئة أجيال عالمية مداركها عربية هويتها. فعصر جديد من التاريخ يلوح في الأفق ويضع أمامنا مشكلات غير معهودة ولا مسبوقة، ليثبت قدرة الحلم الإنساني على تقديم الحلول وتذليل الصعاب. نحن نحتاج إلى مبادرات شبابية يقودها الشباب لخلق فضاءات أوسع تتيح لنا الإسهام في عمليات التنمية الوطنية. ولأن التنمية لا تتم إلا بدعم المرأة، فهي الأم والزوجة والأخت، ولا يستطيع أحد أن يجادل في أهمية دور المرأة في المجتمع. فالمرأة التي تدرك حقوقها وتحرص على ممارستها تؤثر في حركة الحياة في وطنها على مستوى العالم. وهناك أمثلة عديدة لنساء دخلن المعترك السياسي، خبيرات اقتصاد وعلم، قادة فكر وأدب. لم تمنعهن التوقعات التي تحيط بالمرأة كالشرنقة وتمنعها من رؤية ما يمكن لها أن تكون. علينا أن نختار ما يعطي كل فتاة مساحة أكبر لتفرد جناحيها وترينا تميز ألوانها وتفردها. فللمرأة دور عظيم في مجتمعنا، فهي نصف المجتمع، بل وتقوم بتربية النصف الآخر. أنا فخورة جداً في تواجدي اليوم في أكبر تجمع شبابي في العالم، وسعيدة أكثر برؤية حلم دعم وتمكين الشباب أصبح حقيقة. وهنا أريد أن أطلب من سيادة الرئيس أن يضيف إلى توصيات هذا العام بإطلاق أول منتدى نسائي لتمكين ودعم النساء. مطلب جمهوري يا رئيس. ليصبحن مؤهلات أكثر لسوق العمل وقادرات على التغيير على مستوى العالم. هذا حلمي، أتمنى أن ينطلق من هنا. أتمنى أن يكون بداية أمل جديد لدعم المرأة يبدأ من هنا، قلب العالم وأم الدنيا مصر.
وبالنهاية رسالتي لشباب العالم: النجاح يبدأ بخطوة. إذا أخذنا قرار المحاولة، إذا توقفنا أن نخاف من فشلنا، إذا كنا أول المؤمنين بأنفسنا وقدراتنا، إذا أعطينا أنفسنا فرصة ثانية وثالثة وعاشرة وألف، إذا كل العالم حاول يوقفنا وحكينا لا لأنه إحنا بنقدر. التغيير يبدأ اليوم. يمكن التغيير قد يكون كلمة صعبة، ولكن إذا أردنا أن نتغير علينا أن نبدأ اليوم. قد يكون اليوم يوماً عادياً للكثيرين، ولكن بالنسبة لنا نحن الشباب وبعد المنتدى الشبابي العظيم، التغيير والمستقبل يبدأ اليوم. شكراً. صاحب الفخامة سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصحاب السعادة المشاركون، السادة الحضور، المتحدث يتحدث العربية. آسف أن لا أتحدث على اللغة العربية الجميلة، لكن في يوم ما سأتمكن إن شاء الله. سواصل حديثي باللغة الإنجليزية، ولكن قبل أريد أن أشكر الحكومة المصرية و World Youth Forum. إنه من عظيم الشرف أن أقف أمامكم جميعاً في هذه المجموعة الرائعة من القادة الملهمين لكي أمثل أوروبا. أنا كارلوس أنتيسا وأنا من إسبانيا، وأنا مؤسس أحد أهم تحالفات الشباب. اليوم يتحقق الحلم أن أتحدث أمام آلاف الأشخاص الذين أتوا من أكثر من 150 دولة، اجتمعوا هنا للعمل من أجل العالم مكان أفضل. هذا يمنحني الأمل بأن العالم سيصبح أفضل في المستقبل. أنا أشعر بعظيم الشرف أن أشارك في هذا الحدث، وأود أن أقول أنني أتحدث بلسان كل الموجودين هنا حينما أشكر حكومة مصر العربية ومنتدى شباب العالم على كرم الضيافة الرائع والفرصة التي منحتموها إيانا. لا يخطر ببالي مكان أفضل من مصر يمكن أن تتواصل فيه الأعراق والجنسيات والثقافات. أفضل من مصر أم العالم ومهد الحضارات. أصدقائي الأعزاء، بعد هذه الأيام القليلة معكم أشعر بالفخر حيال هذا الشباب، وأود أن أقول أنكم ملهمون وأقوياء وقد منحتموني الكثير من الأمل في الإنسانية. هذه الأيام تسنى لي أن أشارك في بعض الجلسات التي حضرها سعادة الرئيس المصري، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أشكر فخامته على رؤيته ليس فقط لشباب العالم وإنما لمصر، ولي تعزيز ونشر رسالة السلام والتآخي بين كل الحضارات. لكن دعونا لا ننسى السبب من وراء وجودنا هنا. هناك الكثير من الأشخاص المليم، الأشخاص الذين يعيشون في بؤس بسبب الحروب والفقر وانتهاكات حقوق الإنسان، وينبغي أن نفعل قصارى ما في وسعنا لكي نساعد هؤلاء. صحيح أننا لدينا تحديات كبيرة، لكن هناك حلول وأدوات من شأنها أن تمكننا من تحسين الأحوال. إن الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة تشكل أفضل بوصلة يمكن أن نسترشد بها من أجل تحسين العالم، مع التركيز على أهم الأولويات التي يمكن أن تسمح لنا بتحسين أحوال الإنسانية. ليس من مسؤولية الحكومات والبلدان فقط ولا الشركات فقط، وإنما دورنا أيضا أن نفعل ما في وسعنا من أجل تحسين الموقف خطوة خطوة يوما بعد يوم. صدقوني هناك الكثير من الأمور التي يمكننا أن نفعلها من أجل تحسين وجه العالم. يمكن أن نزرع
400,000 شجرة في اليوم، ونستخدم الذكاء الاصطناعي لعلاج السرطان والتجارة الإلكترونية من أجل تقليل الفقر، ويمكن استخدام المواد المدورة والمعادة تدويرها من أجل إنقاذ حياة الأشخاص، ويمكن طبع أيضا الأعضاء البشرية بتقنية طباعة الثلاثية الأبعاد، ويمكن أيضا أن نخلص الملايين من براثن الفقر، ونستلهم من فضل الممارسات من الشركات والمؤسسات من أجل أن نحصل على استرشاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هناك الملايين شأنهم شأنكم يودون تحسين حياتهم، لكن من دون أن يكون لديهم أي فكرة كيف يمكن أن يحققوا ذلك. الأمر أو السؤال الأهم من وراء هذه الحياة هو: ما هو هدف حياتك؟ ما هو الإرث الذي تتطلع لأن تتركه لمن بعدك؟ ما الذي يمكن في هذا الكوكب أن يمنحك الشعور بالفخر حيال عمرك؟ من المهم أن نفكر في أكبر إسهام يمكن أن نقدمه للبشرية، وكيف يمكن أن نعيش حياة زاخرة بالرخاء وتعود بالنفع على الجميع. أعلم الإجابة عن هذه الأسئلة، وأود أن أمضي بقية حياتي سواء عشت سنة واحدة أو 50 سنة أن أحاول أن أطبق حلولا أفضل لتحسين حياة الناس في العالم. It is my goal to lift people from poverty, أن أخلص الناس من براثن الفقر وأساهم في علاج السرطان وأنظف المحيطات وأن أحسن حياة الملايين البشر. وهذا لن يتحقق أبدا على النحو الفردي. يمكن أن نجمع معا الشركات والمؤسسات والأشخاص الرائعين أمثالكم الذين لديهم الاستعداد للمشاركة والعمل على الخروج بحلول لتحسين الأحوال يوما بعد يوم. الآن أقف أمامكم مع هدف واحد محدد، وهو أن نبدأ من الصفر. دعونا نستغل هذه المنصة التي جمعتنا جميعا، ودعونا نلتزم جميعا في أن نحدث تأثير وأن نلتزم بذلك، لأننا نعلم أن ذلك هو الصواب، وأن علينا أن نطلع بمسؤولية فعل كل ما علينا فعله لكي نقدم المزيد، ولأنه من دون مساعدتكم من المستحيل إحراز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. دعوني أذكركم أنكم مهمون، رجاء أرجو أن تحيوا حياة زاخرة بالتضحيات المؤثرة. شكرا. لطالما كان أبي هو مرشدي ومعلمي الناصح وأفضل صديق لي، وقبل أن يتوفى بسبب سرطان البنكرياس علمني الكثير، علمني أنني ينبغي أن بصرف النظر عن الخبرات التي سوف أجابهها، فليس ما لدي يمكن أن أفعله لكي أجابه القدر، وإنما يمكن أن أتحكم في استجابتي لما يقسمه لي القدر. يمكن أن أتحلى بالشجاعة وبالاحترام، وأن أعترف بأنني لست أفوق أي شخص ولست حتى أقل من أي شخص آخر. Regardless of your culture or your religion, you know very clearly what it means to be a good human being. You know very well what it is to be a better son or daughter, a better father, a mother, a better wife or husband, a better citizen, or a better leader. So please be it. Be the best person you can be, and you will live forever. Thank you very much. ليعيش دوما ممتنا وملكا لنفسك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency President عبد الفتاح السيسي، Honorable First Lady of Egypt، Distinguished Guests. My name is عادل العدوي and it's a true honor to represent Egypt's youth on this global stage at the closing ceremony of في مراسل اختتام منتدى شباب العالم للعام 2019. Many important issues العديد من الأمور الهامة ناقشناها سويا على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث انخرط الشباب من كافة أرجاء العالم مع قادتهم. أحد أهم الجلسات الرئيسية في هذا المنتدى كانت الجلسة العامة الخاصة بالتحديات الراهنة فيما يتعلق بالأمن والسلم الدولي. ما من شك أن التحديات جمة،
خاصة ما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب. شهدنا على مدار الأعوام الماضية نمواً للبنية التحتية الخاصة بالإرهاب وتساعاً لشبكته في أرجاء المعمورة. للأسف بعض الدول تستخدم الإرهاب كأداة سياسية لتعظيم مصالحها الذاتية الضيقة، متسببة بذلك في المعاناة والدمار وزعزعة الاستقرار. وفرت بعض الدول كافة أشكال الدعم لتلك الشبكات الإرهابية بما في ذلك الدعم المالي والدعم اللوجستي، وهو ما أدى إلى نشر الدمار. وقد عانت منطقتنا بشكل هائل، إلا أن الإرهاب هو تهديد دولي وعالمي يؤثر في الجميع ولا يقتصر تهديده على منطقتنا. من أفريقيا إلى أوروبا، من آسيا إلى أمريكا الشمالية، تهديد الإرهاب هو أمر عالمي. طالما كانت مصر دائما في الطليعة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وأتذكر الآن كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أعوام حينما حذر المجتمع الدولي أنه إن لم يتخذ إجراء جديا لتبني منهجية شاملة ضد الإرهاب فإن ذلك سيؤثر عليه وسينالهم أثره، وكان الرئيس محقا في تحذيره. للأسف شهدنا هذه الهجمات المؤسفة في العواصم الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. إن كنا جادين بشأن محاربة ودحر الإرهاب فيجب علينا أن نتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تحاربه على الأصعدة الأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وبالتأكيد العسكرية، لكن لا يمكننا فقط أن نركز على جانب الأمني لمحاربة الإرهاب. لن يهزم الإرهاب بالسلاح فقط، بل سيهزم بالأفكار وبتغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية التي أغوت بعض الأفراد لينضموا لقوى شر الجنس البشري. من هذا المنطلق أريد أن أؤكد على أننا لا يمكن لنا أن ننصرف بمحاربة الإرهاب عن التنمية. يجب علينا أن نستثمر وأن نبني وأن نبدع وأن نبتكر. المجتمعات خاصة الشباب طواقة لحياة أفضل، ومن ثم لا يمكن لنا أن نحارب الإرهاب دون أن نطور بلداننا وننميها. بصفتي شاب مصري أقول أن مصر تقف كقدوة وكنموذج لكيفية محاربة الإرهاب مع اتخاذ خطوات هائلة لتحقيق التنمية على المستوى الوطني. أحد أهم الأسباب التي جعلتني أنظر لثورة 30 من يونيو باعتبارها مثالاً ليس فقط أننا نحارب الإرهاب، بل أيضاً أننا ننمي البلد ونستثمر في الشباب. إن كان لنا أن نهزم الإرهاب وأن نؤسس لعالم أكثر استقراراً، ينبغي علينا أن ندمج الشباب في الحوار، ويجب علينا أن ندمج الشباب في الحلول، ويجب علينا أن ندمج الشباب في عملية صناعة القرار أيضا. الشباب من كافة أرجاء العالم هم الطليعة، وهم من سيعالجون أهم المشكلات التي تواجه هذا الكوكب. ومن ثم فإن منتدى شباب العالم يجب عليه أن يستمر كمنصة عالمية يأتي إليها الشباب لمشاركة الأفكار وللإبداع والابتكار وللتفكير في حلول لأكبر التحديات التي تقف أمامنا. دعوني أقترح أمامكم إنشاء مجلس للشباب يتابع ويتأكد من أن كل التوصيات التي نتقدم بها من هذا المنتدى يتم تنفيذها بالفعل. سأنهي كلمتي برسالة شكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر للشباب المصري ولشباب العالم. وأود أيضا أن أذكر أننا بالفعل
نثمن أن فخامته يمنحنا نحن الشباب من كافة أرجاء العالم فرصة رائعة لمشاركة الأفكار، ولكل قادة العالم أن تستمع لنا وأن تستمع لتوصياتنا. فخامة الرئيس، أعتقد أن ما ستتركه من إرث سيكون به الكثير والكثير، إلا أنك ستذكر دائما باعتبارك القائد العالمي الذي منح صوتا لشباب العالم. وبهذا أتقدم لكم بالشكر. تحيا مصر. سيظل الفن هو أرقى أنواع التلاقي بين الحضارات والشعوب. الفن هو أفضل وسيلة للتعبير عن المشاعر وللتعبير عن الأفكار، يتخطى حواجز اللغة واختلاف الثقافات. الفن حرية، الفن إبداع، وأينما وجد الإبداع نعرف دائما بأن كلمة السر هي الشباب. أقدر أغير أكيد شكل الحياة والزمان، دايما ببص البعيد عمري ما بيأس عشان. With me there is a power to reach my dreams and change my fate. سقف طموح السحاب من كلمة السر الشغال. عشناها على أرض السلام، واللي ما
لكل منا تحدي، ظروف قد تكون خارجة عن الإرادة، منها ما هو بالغ الصعوبة وأحياناً يشعرنا هذا باليأس والإحباط، ولكن البعض تقبل هذا التحدي وبالإصرار والعزيمة حولوا هذه التحديات إلى قوة وصنعوا من قلب المحنة نجاحاً، فأصبحوا مصدراً للفخر والإلهام. ولأن النجاح قرار هم سعوا إليه، فأفادوا أنفسهم ومجتمعاتهم وحققوا الإنجازات، وكل إنجاز يستحق التكريم. I'm still following my passion and every other thing which has been part of my life during my journey, I think is a byproduct. I started Lakshya when I was 18, and at that time I had no idea what an NGO is, how do we work, and my idea was very clear that I just want to work with these street children. So my first attempt was a failure, and I think that was indirect success, because that taught me a lot of ways how to work in this sector. After 3 years when Lakshya was there, we were actually working on the grounds. We started working with the rag picker community, where children would go and pick up the rags and then they would sell those rags to make their living. Over a decade, we have changed more than 50,000 lives directly and indirectly through Lakshya programs of Butterfly and Dhruv, which is about child development and women empowerment. Achievement, I would say, when we are actually able to take off all these street children off the roads and put them to school, would be something that I would say would be my achievement. Since I was young, my aunt suffered multiple times from cancer, and this has definitely marked my life. I felt patient when I was 9-10 years old by cancer, and I definitely know by then that I wanted to devote my whole life to trying to help people. So when I was 15, I started being interested by cancer. 2 years later, I founded a company which is called BioPAI, in which we are making usage of artificial intelligence in order to diagnose cancer at early stages. So when I was 16, I won a European competition hosted by Huawei. So it was really challenging and difficult to take up a startup from that point and to find the proper team in order to get to the next level. All my life, I think that fulfilling someone's passion is really important. We are right now running clinical trials, so we hope to finish, get results, and definitely I hope that this product gets to people and it helps in decreasing the rate of deaths caused by this deadly disease, which is cancer. I'm not hoping that this is gonna be possible, but I'm sure I will be able to do that. In terms of my autism, yeah, I have a lot of challenges with it. So right now I'm going to a special needs school. It's quite supportive because, you know, they help all the kids with certain things that other schools won't help you with. Obviously my mum can't do much because she's ill, but she still supports me emotionally. And my dad emotionally supports me as well. You know, he always gives me hugs. Every now and then I go to art exhibitions to sell my paintings and sculptures and much more. In terms of charity fundraising, I'm actually fundraising to build a school in Nigeria. So the charity is called BMAN, and it stands for Boys Mentoring Advocacy Network. I went there to speak and influence people, adults and kids, to follow their dreams. There's also going to be a special needs section for the school and a mainstream section. Overall, the school can hold like 800 children. So yeah, it would be a great help for the kids and the adults looking for a job. The reason I got involved is show people that I'm useful, and I can show people that
I'm not just a kid. I'm also, you can look at it as I'm a superhero. احنا النهارده هنا في رايز اب علشان ده اليوم الثاني من الافريكان اب لانش باد كومبيتيشن للنشطه الرئاسيه اللي كان اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2018 في منتدى شباب العالم. فكره اجوره طلعت من مجموعه اشخاص كانوا بيشتغلوا مدرسين في مدرسه، واكتشفوا ان على قد ما التكنولوجيا بتتطور احنا مش بنستعمل التكنولوجيا دي علشان نخلق طريقه مختلفه للاطفال دي تتعلم. احنا عملنا الاب دي علشان تتشارك المعرفه، مش لازم اروح اقعد في مدرسه على كرسي علشان اتلقى علم، احنا عايزين نحول كل مساحه لمكان انا ممكن اتعلم واكتشف منه. About 4 years ago I had an accident. I was unconscious for 3 days. I didn't get any medical attention. That's when I realized how big the problem of health is in Nigeria. Then I wanted to build an app that could solve that problem and then help Nigerians save more lives. So what I did was to build 247 Medic, which is an app that connects patients to doctors, maximum waiting time of 10 minutes. And then we were delivering affordable healthcare solutions through mobile platforms. أنا كنت كتبت أول كتاب كان في سن 15 سنة، كان اسمه هذا أبي. كانت القصة رغبة مني تدور يعني أحداثها في الماضي في الجزائر، لكن القصة تركز على الأطفال اللي تلهم الأطفال. في 2019 قررنا أن نقوم برحلة للجنوب، فقمت بأخذ كل الأطفال في الحافلة وقمنا بمخيم المطالعة، فكنا نقرأهم لغة إنجليزية، لنقرأهم لغة عربية. كانت بالنسبة لي هذا الدافع يخليني نقيم مخيمات أخرى أو نخمم في مخيمات أخرى، وهذه مهمة وليست هواية ترحال، بل هي مهمة تدريس أو تعليم كل طفل نتلقى به وهو عمر ما تلقى تعليم. Water became very personal, and bringing better and cleaner water to people is also my personal goal. Water Room is a social enterprise that develops portable water filtration solutions that's catered for disaster relief as well as rural areas. We develop solutions that are safe, simple and swift, so they can be deployed in these developing regions and disaster affected zones to bring about safe access to drinking water in these areas. I'm thankful for my teammates who have been very supportive in this journey, especially when we are tackling the world with 2 billion people without access to clean drinking water. I think standing up to these global challenges can be very scary, can be ominous, to be able to bring clean water to these affected communities. We have been able to reach out to about 33 countries worldwide, and we have reached out to about 80,000 people throughout the last 5 years. Our mission is improving the life. I think that is something that really brought us a long way in this journey. بلشنا كمنصة تمويل جماعي بشكل أساسي، وشوي شوي اكتشفنا إنه عندنا هدف تاني في الحياة، هو إنه إحنا كيف ممكن نعزز مفهوم الريادية المجتمعية بفلسطين. بيلد بالستاين هي منصة بتهدف لإنها تجمع بين أي حدا بيسأل حاله كيف أنا ممكن أقدر أساعد فلسطين أو أدعم فلسطين، يدخل على منصة واحدة عليها كل المشاريع الريادية المجتمعية اللي لها أثر اجتماعي بفلسطين وموثوقة ليقدروا يساعدوها، سواء بتبرعات مالية أو حتى بأنهم بس يتواصلوا معاهم ليزودوهم بخبراتهم أو مساعدتهم. نشتغل في بلد فلسطين من ناحيتين، ناحية لوكل اللي هي في فلسطين وناحية جلوبل. وهي الفكرة أنه أنا كيف ممكن أجمع تمويل من عدد أكبر من الناس بكميات مالية أصغر. فهون إجت فكرة أنه كيف ممكن الناس اللي بفلسطين عندهم حلول لمشاكل مجتمعية محتاجين تمويل، كيف ممكن نشبكهم مع أشخاص برا حابين يساعدوا بكميات مالية أصغر يساعدوا هدول الناس. طموحنا الأساسي أنه نشبك أكبر عدد نقدر من السبورترز للعالم بالمشاريع اللي نشتغل معها، الإمباكت بروجيكتس اللي هون اللي عم بيشتغلوا على أرض الواقع لتحسين حياتنا هون في فلسطين. هي الفكره كانت بدات ان احنا اكتشفنا ان في ستات كتير جدا في مصر بالنسبه لهم برودكت مش عارفينه او هو غالي عليهم، فكانوا بيستخدموا بدائل تانيه ليه مش احسن حاجه. هو عباره عن مشروع انفيرمنت للستات، الستات بتشتغل وبتعمل لنفسها هم كمان البرودكت. هي مصنوعه من مواد كلها اورجانيك. عندنا فئتين بتستفيد من البروجكت ده، اول حاجه هي الستات المستهلكه للمنتج بتاعنا اللي بيتوزع في الكره كلها، وتاني حاجه هي الستات اللي بتصنع في مراكز الانتاج بتاعتنا في حوالين مصر. احنا عندنا 6 مراكز انتاج
تانك في 6 محافظات مختلفة. ابتدينا نعلمهم بعد كده سيلز ازاي يوزعوها على المناطق اللي حواليهم والكشاك والحاجات اللي ممكن تتباع فيها الحاجات دي. طبعا كل الناس دي حياتها اتغيرت 180 درجة. الناس دي بقى بيدخل لها مصدر دخل، بقى بتروح مدارس، فالناس بقى بتتعلم اكتر، بتعرف تفيد المجتمع اكتر. فاقتصاديا الموضوع كان مفيد جدا للدوله، يعني خصوصا ان احنا طلعنا بره مصر كمان، رحنا في السودان واوغندا. احنا طالعين نوصل مصر بره. كان في يعني منافسه كبيره جدا لان الدول كانت صعبه، يعني كنا بننافس في الاخر كمان امريكا وكندا والمانيا، بس كلنا كنا في اللحظه دي متاكدين ان احنا فخورين بان احنا مخليين اسم مصر هي الاول على العالم. 2019 champion the team from ابتدى شباب العالم بيجدد رهانه كل سنة على الشباب، إنهم هم اللي هيصنعوا الفرق من أجل عالم أفضل. وفي كل سنة شباب العالم بيثبتوا إن الرهان عليهم رهان كسبان. I cannot believe إن في أي حد عمل أي حاجة في الدنيا غيرت العالم جت من غير دوت. I usually try to wake up thinking that I will change the world. This is not an impossible pathway. We need to make small steps in order to progress and to change the world. Co-create and co-exist in harmony. Just think big. Collaborate. Don't be afraid. Step out of the darkness and take action now. Never give up on your dreams. Whatever you're aiming for, don't give up on it. Just go for it. Live life at the fullest. والآن فليتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتكريم بعض النماذج التي تميزت في مجالات مختلفة. أسست منظمة غير حكومية تعمل لصالح الأطفال المحرومين وأطفال الشوارع لحمايتهم من الأخطار ومن أي ممارسات غير مشروعة وإعطائهم فرصة جديدة من أجل حياة أفضل. راتشي أناند. في سن 15 عام تولى مشروع يجمع ما بين مجالين علم الأورام الذكاء الاصطناعي، وبعد 3 أعوام شارك في تطبيق وإطلاق تطبيق يساهم في مساعدة الأطفال في الكشف المبكر عن سرطان الجلد عبر الموبايل. أصغر من يلتحق بجامعة أوكسفورد وهو في 6 من عمره، بالرغم من إصابته بالتوحد تم إدراج الباحث المتميز في قائمة أفضل 30 شخصية في العالم من ذوي التوحد الذين أثروا في المجتمع. فازا بالمركز الثاني في محور تطوير التطبيقات الرقمية الخاص بالمبادرة الإفريقية للتدريب على تقنيات الألعاب والتطبيقات المتغيرة، وهي إحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.
مسابقة محور تطوير الألعاب الرقمية الخاص بالمبادرة الإفريقية للتدريب على تقنيات الألعاب والتطبيقات المتغيرة. الفائز بالمركز الثاني مقرر في محور تطوير الألعاب الرقمية الخاص بالمبادرة الإفريقية. تتجول حول العالم منذ 7 سنوات لتعليم الأطفال وكتابة قصص قصيرة لهم، بالأخص الأطفال ضحايا الحروب والنزاعات. مياه الشرب، يقوم المنتج بتحمل الظروف الصعبة لتوفير مياه شرب نظيفة، ووفر وصول المياه لأكثر من 70,000 شخص في 21 دولة حول العالم. منصة ابني فلسطين تهدف لتمويل المشاريع الثقافية والإبداعية لتشجيع تعليم الشباب الفلسطيني. قاموا بمشروع لتدريب وتعليم السيدات في بعض القرى مشاريع لتوفير دخل ثابت لهم، وأعطتهم وزارة الصحة التصاريح اللازمة. فريق إناكتس. Thank you.
مجال الإرشاد السياحي منذ 15 عاماً، وبطلة فيلم المسلة اللي تم عرضه في منتدى شباب العالم في الافتتاحية. نور خضر. عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تكريم بعض النماذج أيضا المتميزة، ونبدأ بالمخرج خالد جلال مخرج مسرحية المحاكمة الزائر. أهوى سادة، سلم نفسك، وحصلت مسرحياته على عدد من الجوائز كأفضل عرض مسرحي، وأيضا هو مشرف على مركز الإبداع الفني واللي تخرج منه عدد كبير جدا من الشباب ونجوم الشابة الموهوبة. جيسيكا كوكس هي مثال حي للإرادة والمثابرة، ولدت دون ذراعين إلى أنها رفضت أن تعطها أي إعاقة جسدية عن تحقيق أحلامها، وأصبحت أول قائد طيران في العالم دون ذراعين. جيسيكا كوكس. بكل إصرار وبكل عزيمة، الطفل زين يوسف. Thank you.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ممكن أقرأ؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. برحب بزين قبل ما أبدأ كلامي، لأن مثال ونموذج عظيم جدا على يعني على القوة والإرادة والصبر. ربنا يخليك يا زين ويديك الصحة. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، أبنائي وبناتي من شباب العالم، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث العظيم بهذه الصورة المشرفة، ابتداء من شباب العالم الذي آمن بالفكرة ولبى دعوة أشقائه من الشباب المصري ليجلسوا سويا يتناقشون ويتبادلون الرؤى والأفكار حول التحديات التي تواجه عالمهم المضطرب المليء بالصراعات والحروب، سعيا منهم لإيجاد حلول واقعية لتغيير هذا المسار المظلم نحو عالم أفضل يليق بهم، عالم تسده قيم السلام والتسامح والتعايش وقبول الآخر والتعاون من أجل الوصول للغاية السامية التي خلق من أجلها الإنسان وهي التكامل. كما أتوجه أيضا بأسمى معاني الشكر والعرفان لأبنائي وبناتي من شباب مصر الذين طالما كان رهاني عليهم رهانا رابحا غير قابل للشك أو التأويل، ثقتي بكم لا حدود لها، ودائما ما تبهروني بما تبذلونه من مجهود تنظيمي وما تبتكرونه وتطرحونه من أفكار تجعل لمنتدى شباب العالم صبغة متميزة تختلف عن نظيرتها في العام السابق، فشكرا لكم شباب مصر. السيدات والسادة، أرحب بكم مجددا في أرض السلام سيناء، سيناء التي تجلى الله تعالى في بقعة من بقاعها المباركة ليبارك بها الأرض والشعب، الأرض التي شهدت كبوات وانتصارات واحتضنت جميع الاختلافات، والشعب الذي امتزجت فيه العزة العربية بالأصالة الإفريقية والملامح الفرعونية بالصفات المتوسطية والإيمان بالرسل والرسالات السماوية. نجتمع سنوياً على هذه الأرض، أرض مصر، نقطة تلاقي الحضارات، نرسل رسالة إلى كل شعوب العالم المحبة للسلام والتي تعلي من قيم الإنسانية. لا فرق بين عرق أو لون أو دين، فنحن هنا جميعاً سفراء لها، ننبذ التطرف والعنف ونتخذ من اختلافاتنا دافعاً للتعاون والتكامل لا للصراع والحرب. مصر التي وقفت وتصدت بحزم لقوى الشر والظلام نيابة عن العالم واستبشر شبابها في الدفاع عن قيم الإنسانية، شباب وقف شامخاً صامداً مدافعاً عن شرفه وبلده ليعلم البشرية كلها كيف يكون إنكار الذات وكيف تكون التضحية بكل غال ونفيس من أجل قيمة أسمى وهدف أنبل. ومن هنا كان إيماني بالشباب راسخاً لا يتزعزع، فهم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير، فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم. ولعل تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر
على تحويل الأحلام إلى واقع مؤثر يتخطى كل حدود الممكن. أتذكر منذ عامين عندما دعا شباب العالم، عندما دعا شباب مصر شباب العالم ليجتمع هنا على أرض مصر. أتذكر حماسهم وإيمانهم بالفكرة. أتذكر عملهم الدؤوب لإنجاح فكرة آمنوا بها. محوا من قاموسهم المستحيل وخضعت العقبات أمام قوة إيمانهم وحماسهم. ولم يكن نجاح النسخة الأولى من المنتدى سوى بداية الانطلاق قاطرة الابتكار والإبداع والتفاني من شباب مصر. ثم جاءت النسخة الثانية من المنتدى لتنضج الفكرة ويرتفع سقف الطموح وتزداد التحديات ويتوسع المنتدى ليشمل عدد أكبر من الشباب وتتعدد فعالياته على مدار العام. ولم يكن نجاح منتدى شباب العالم قاصراً على تحقيق الحلم بأن يجتمع الشباب من كل دول العالم في مكان واحد للنقاش والحوار الجاد والبناء، وإنما تحول هذا النقاش من مجرد عبارات تعبر عن طموح الشباب إلى خطوات جادة تم تنفيذها على أرض الواقع. فنجد اليوم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تتخطى حدود الدولة المصرية لتعقد شراكات إقليمية ودولية في جميع المجالات تثقل مهارات الشباب ليتمكنوا من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل. وشهدنا سوياً انطلاق النسخة الأولى من ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان العام الماضي، والذي يعد منصة جديدة من منصات منتدى شباب العالم لتعزيز سبل التعاون والتواصل بين الشباب العربي والإفريقي. واعترافاً من العالم بالدور الفعال الذي قام به المنتدى، اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته 41 قراراً بعنوان الشباب وحقوق الإنسان، والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، واللتين عقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عام 2017 و2018 باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب. وها نحن قد شهدنا سوياً النسخة الثالثة من المنتدى. ناقشنا خلالها ما يشهد عالمنا من تحديات إقليمية ودولية، وتبحثنا فيما وصل إليه العلم في الثورة الصناعية والتكنولوجية، وعرضنا تجاربنا فيما يخص الأمن الغذائي وتمكين الشباب والمرأة، كما استعرضنا دور الفن والسينما كلغة مشتركة تجمع الشعوب وتؤلف بينهم. لقد وجدت سعادة بالغة وأنا أستمع إلى نقاشات أبنائي وبناتي من شباب العالم. تعلمت منهم وتأثرت بهم، فدائماً ما يثيرون إعجابي بهذا المستوى الراقي والرفيع من القدرة على التعبير عن أفكارهم ورؤاهم وقدرتهم على استغلال جميع الإمكانيات لتحقيق أحلامهم. تلك النقاشات المثمرة التي استمرت على مدار الأيام الماضية كانت بمثابة الدافع نحو اتخاذ عدد من القرارات لتحويل تلك النقاشات إلى واقع ملموس يحقق أمال الشباب وطموحاتهم ويعبر عن انحياز الدولة المصرية لما يقرره الشباب. وبناء على ذلك قررت الآتي: أولاً، قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم بما يثري حالة الحوار البناء بين شباب العالم أجمع. ثانياً،
قيام الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالبدء في إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يهدف إلى الارتقاء بأساليب الاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعادة بناء القدرات للتغلب على التحولات المتوقعة في سوق العمل. ثالثاً، قيام إدارة المنتدى بإطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوى شباب العالم. تستند إلى اختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة والتفكير في سبل تحقيقه أخذاً في الاعتبار الظروف المحيطة بكل دولة. رابعاً، تكليف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم بإطلاق مبادرة بعنوان مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة. خامساً، تدشين حملة 100 كلمة حول السلام على موقع المنتدى بغرض تعزيز ودعم قيم السلام حول العالم لبث رسائل الوحدة والتعايش السلمي بين البشر. سادساً، قيام إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل على إطلاق ملتقى شباب المتوسط بهدف معالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط ودعم أفضل الأفكار والتجارب لشباب المنطقة وبحث إمكانية إنشاء منطقة أورو متوسطية للتعليم العالي والعلوم بمدينة العالمين الجديدة. تبني منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2020 استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة وبما يخدم تطلعات شباب العالم وتحقيق الاستفادة من جميع مجالاتها. ثامناً، تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم من خلال مؤسسة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بإنشاء مركز دولي يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة إعمار الدول ما بعد النزاعات ومساعدة الدول المتضررة بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني في بناء المجتمعات. تاسعاً، تكليف وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الإفريقية والدولية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الإفريقية وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي إلى إفريقيا ورفع درجة الوعي في المجتمعات الإفريقية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الغذائية المتاحة وتقليل الفاقد منها. عاشراً، تكليف إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري بتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهري واحد وكذلك تنفيذ ورش عمل عن الأمن المائي في ظل نهضة المياه. وختاماً، أتوجه برسالة إلى قادة العالم أجمع: استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم، أعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، حلقوا في سمائهم عالياً، اجعلوهم سباقين لا تابعين، سلحوهم بخبرتكم وبإيمانكم بهم، لا تتركوهم فريسة لمن يقتاد بطموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له، افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم.
سأنتظركم العام القادم إن شاء الله. ومعي شباب مصر لنجتمع مجددا، نتحدث ونتناقش ونستمع إلى بعضنا البعض، نستكمل ما بدأناه معا، فهو عهدي بكم كعهدكم بي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عايز أنسى التوصية اللي الشابة الأردنية بتطلبها يعني طلبتها مننا. بس أنا بس عايز أقول لكم حاجة، إحنا يعني عايزين نقول إن إحنا بقينا دلوقتي يعني نصين قد بعض، يعني نصين قد بعض، يعني فمش عايزين نعمل تمييز، يعني أقول صحيح نعم. فأقصد أقول إحنا كل المنتديات اللي إحنا بنعملها بنعطي الفرصة يعني للشباب بدون تمييز شاب أو شابة إن هم يحضروا ويتكلموا بدون تمييز يعني. فأنا بس بفكر إن إحنا مش عايزين يعني نزودها قوي بحيث إن إحنا يبقى إيه نخلي بقى منتدى لل كده. فأرجو إن هي تقبل التفسير ده مني يعني، أو تقبل الرأي ده مني. أنا بشكركم جميعا. طيب أنا بشكركم جميعا. طيب شكرا. أنا بشكركم جميعا مرة تانية، وسعيد أوي بيكم، وإن شاء الله يعني تعودوا إلى بلادكم وأوطانكم وإلى زويكم بكل خير وسلام وسعادة إن شاء الله. شكرا جزيلا. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. Your way.